هيك ما كنا بنسمع فيها من طلب العلا سهر الليل. تعبت يعطيك مليون عافية، سهرت والله برافو عليك، درست خفت حاولت أكثر ما بتقدر، بإنك تتعب عشان ترفع راسهم والله العظيم إنك فخر. اليوم نغمض عيننا ونتذكر سنة سنتين ثلاث أربع خمسة عشر 12 سنة في المدرسة راحت، ومستقبلنا قدامنا، بس في خطوة واحدة صعبة لازم نتخطاها، راح ترفع راس كل واحد بتحبه، أولهم أهلك وأصحابك. بس بدي أعطيك معلومة، أدرس وأتعب على حالك وأنجح، وأكسر عين كثير ناس كانت بدها تتشمت فيك.